السلام عليكم. اليوم كما قاعدين نشوفوا في الفيديوهات اللي قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي في مطار تونس، كارتاج عودة رئيس الجامعة وديع الجريء إلى أرض الوطن، وهكا يكذب رواية رئيس هلال الشابة توفيق المكشر اللي قال وديع الجريء مطلوب للعدالة، وديع الجريء أهرب، وديع الجريء أهرب، وديع الجريء مطلوب للعدالة. هذه أمور الشخصية، هذه ما تهمش الجماهير التونسية. اللي همنا يندرى وديع الجريء باش يقعد على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم ولا؟ نأكد لكم قبل مباراة المنتخب الفرنسي واللي بكلنا بنسبة كبيرة كنا نتصوروا المنتخب التونسي باش ينهزم، قبل مباراة المنتخب الفرنسي الجريء كان يفكر بنسبة 80-85% مش باش يستقيل ويغادر الجامعة التونسية لكرة القدم لو ننهزمه أمام المنتخب الفرنسي. لو ننهزمه كان يفكر بنسبة 80-85% باش يقعد على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم، و 10-15% باش يغادر. فما بالك بانتصار تاريخي، بانتصار على بطل العالم، وجمعنا 4 نقاط بعد تعادل وهزيمة وانتصار. حاليا نأكد لكم وبنسبة 100% وديع الجريء باقي على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم. وعلى عكس الكلام اللي قاله الإعلامي معز بن غربية في برنامج ستاد بلوس، قال بنسبة 99.99% وديع الجريء الأشهر القليلة القادمة لن يكون رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم إلا إن حدثت معجزة. بشرك المعجزة باش تتحقق ووديع الجريء باش يقعد على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم، وأنت كمعز بن غربية والجماهير التونسية احنا الكل باش نقعد ونتفرجوا في وديع الجريء هو في بلاتوات الأحد الرياضي والتاسعة سبور يحكي على إنجازاته الملايين. باش نعطيكم تقريبا السيناريو اللي باش يصير. يلبس لنا كلونات نتاعه وكلوريقات قدامه ويبدأ يبجح علينا ويبدأ ينظر علينا. شديت الجامعة التونسية وعندها عجز مالي قيمته كذا وكذا. حاليا الجامعة التونسية عندها فائض مالي قيمته 30 ولا 40 ولا 50 مليون دينار. يا وديع الجريء راهو من جانب الإداري راني ما عندي ما نحكي عليك، راك خارق للعادة ومن أفضل رؤساء الجمعيات، أما خويا الباهي إيش عملنا في تدخلاتك مع المدرب؟ وحتى لو باش يستقيل بمحض إرادته حاليا ما ثم حتى شخص قادر على وديع الجريء، لا وزير الرياضة ولا غير وزير الرياضة. الوحيد اللي قادر على وديع الجريء رؤساء الجمعيات، لكن للأسف الشديد جلهم حاطهم في مكتوبه. وزيد روح منعوش ميزانية مونديالية قيمتها 30 مليون دينار، 30 مليار وأكثر من هك، رضى رؤساء الجمعيات قبل المونديال وقت اللي قدم الدعوة اللاعبين أنديتهم. يعني ما نجم كان نقول شكون كيفك يا برنس، الله عليك يا برنس، خدم مخه وتكتك من أجل هذا اليوم العصيب ونجح. وذاك علاش قلت في أكثر من مناسبة وديع الجريء عنده من الإمكانيات الكثير. وديع الجريء جاته أفضل فرصة، جاته فرصة تاريخية باش يكون أفضل رئيس جامعة في تاريخ كرة القدم، لكن ما استغلهاش. علاش؟ على خاطر سبق مصالحه الشخصية قبل مصلحة المنتخب. ولو سبق مصلحة المنتخب قبل مصلحته الشخصية راهو مادامو في تونس مصالحه الشخصية باش تمشي بطبيعتها، لكن باش نلقاو المنتخب التونسي في مستوى آخر، باش نلقاو المنتخب التونسي في وضعية أفضل من هكا برش. ويقعد لهنا السؤال المطروح، يندرى بقاء رئيس الجامعة وديع الجريء على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم في مصلحة المنتخب ولا؟ أكيد لا، مادام يصلحش من روحه. شخصية وديع الجريء ما تخليهش يصلح من أخطائه. لهنا باش نقعدوا أمام وضعية مسترسلة. يعني لو يقعد وديع الجريء على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم اللي بعده الكل ما يعنيش. على سبيل المثال ما عادش النجم ونحكيه ونقوله يندرى الناخب الوطني جلال القادري هو المدرب الأفضل للمنتخب ولا؟ جلال القادري مغلوب على أمره، مغلوب على أمره في شخصيته، مغلوب على أمره في قراراته، مغلوب على أمره في حجرات الملابس، ومغلوب على أمره في المستطيل الأخضر. لذا جلال القادري ليس الرجل المناسب في المكان المناسب. وحتى في الصبر الآراء اللي عملناه اليوم في القناة، 69% مع إقالة جلال القادري، 31% مع بقائه على رأس المنتخب التونسي. يعني القادري كمدرب مش في قيمة تطلعات الجماهير التونسية. نقولوا مشي على روح، راهو مدام وديع الجريء على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم ما يعنيش المدرب اللي بعد جلال القادري كيف ما كان ما يعنيش المدرب اللي بعد منذر الكباير. جاء منذر الكباير مدرب بدون شخصية، امشي على روح. جاء جلال القادري كيف كيف مدرب بدون شخصية. يقعد جلال القادري باش يقعد مدرب بدون شخصية، يمشي جلال القادري باش يجي مدرب كيف كيف بدون شخصية. مدام وديع الجريء متواجد على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم، علاش؟ على خاطر وديع الجريء يحب مدرب حط ثم تلقى ثم، حط ثم تلقى ثم. وهذاك علاش
أكبر كابوس بالنسبة للجماهير التونسية بقى وديع الجري على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم. برشا كلام قاعد يتحكي على المدرب مهدي النفطي، أفضل مدرب الفترة الحالية، مدرب مازال شاب، عندنا لاعبين شبان ينشطوا في أوروبا، ينجموا يندمجوا مع بعضهم وينجموا يتأقلموا وينجموا يخرجوا لنا حاجة مزيانة كيف ما قاعد يصير حاليا مع المنتخب المغربي. المشكل نقوله مهدي النفطي غافل وكذب الأخبار اللي قاعدة تتداول على وديع الجري ودرب المنتخب التونسي. لهنا لو باش يكون صراحة صاحب شخصية قوية، ولا ما أظن مهدي النفطي صاحب شخصية قوية، على خاطر في إسبانيا يسميه فيه مورينو درجة ثانية الإسبانية، صاحب شخصية قوية راهو ما ينجمش يخدم مع وديع الجري كيف ما فوزي البنزرتي ما ينجمش يخدم في السابق مع وديع الجري. بعض الأخبار الغير مؤكدة تقول باش يتم الاستغناء على خدمات جلال القادري وتعويضه مدرب آخر، مدرب باش تكون الجنسية متاعو تونسية. لهنا وقت اللي نشوف طريقة تسيير رئيس الجامعة وديع الجري السنوات الأخيرة نزيد نتأكد بنسبة كبيرة أنه الأخبار صحيح. الأخبار تقول المدرب القادم للمنتخب التونسي والمعوض الجلال القادري باش يكون اللاعب السابق للمنتخب التونسي، اللاعب السابق للنادي الإفريقي، مساعد المدرب المنظر الكبير والمدرب الحالي للمنتخب التونسي أقل من 20 سنة. أكيد لهنا نحكيه على عادل السليمي. مانيش عارف يا ندرا عادل السليمي المدرب المناسب في المكان المناسب، يا ندرا عادل السليمي في قيمة تطلعات الجماهير التونسية صحيح نجح مع المنتخب التونسي أقل من 20 سنة، لكن راهو منتخب الناشئين حاجة والمنتخب الأول حاجة، وتطلعات الجماهير التونسية راهي كأس إفريقيا، تطلعات الجماهير التونسية بعد كأس العالم قطر 2022 التأهل للدور الثاني، تطلعات الجماهير التونسية مدرب شخصيته قوية، مدرب ما يخليش شكون يتحكم فيه. يندرى عادل السليمي لو باش يكون المدرب القادم للمنتخب التونسي، يندرى باش يخلي رئيس الجامعة يتدخله في خدمته ولا؟ ولهنا نحب نسأل مجرد سؤال، يندرى ما ثمش مدرب أفضل من منظر الكبير؟ يندرى ما ثمش مدرب أفضل من جلال القادري؟ يندرى ما ثمش مدرب أفضل من عادل السليمي؟ علاش وديع الجري مكبش في الناس اللي تخدم معاه؟ على سبيل المثال ماهر الكنزاري فشل ولا فشل؟ ماهر الكنزاري، ماهر الكنزاري من التور الأول المنتخب الأولمبي خرج، ماهر الكنزاري إلى حد الآن ما سمعناش على الإقالة نتاعو. في ختام الحلقة من نجم كان نقولوا قاعدين نشوفوا في برشا غموض، قاعدين نشوفوا في برشا ضبابية، إن شاء الله الأيام القليلة القادمة تزيد تعرفنا شنية صحيح وشنية الغلط. كالعادة في الختام البياري ما تبقى كمش يقولكم حظ موفق للمنتخب التونسي بعد مونديال قطر. مونديال قطر تلعب ومشي على روح، نفكروا حاليا في كأس إفريقيا، نفكروا حاليا كان ربي إن شاء الله خلينا بخير في كأس العالم كندا أمريكا 2026. من توا نبدأ نحضروا الكأس العالم ويا ربيشي نخلطوا. في الختام كالعادة البياري ما تبقى كمش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.